الحزب ولد كبيرا وعمره صغير، وصل الآن القيادات الحزبية وصلوا إلى مرحلة اكتسبوا فيها الخبرة والممارسة السياسية التي تؤهلهم لانطلاقة جديدة في مرحلة هي من أخطر المراحل التي ينبغي أن نبذل فيها بذلا كبيرا. في هذه الجمعية العمومية اللي هي الاستحقاق الثاني الانتخابي الداخلي داخل الحزب، لأن الاستحقاق الأول كان 2012، ما قبل 2012 كانت فترة انتقالية، وأول انتخابات جرت في الحزب كانت 2012. المدة المحددة في اللائحة لهيئات الحزب هي 5 سنوات، انتهت في هذه السنة، فهذا هو الاستحقاق الثاني الداخلي داخل الحزب. يتم الآن تجديد جميع هيئات الحزب، سواء الهيئة العليا، سواء المجلس الرئاسي، سواء السكرتارية الخاصة بالمجلس الرئاسي والجمعية العمومية والهيئة العليا، وانتخاب رئيس للحزب للانطلاق إلى المرحلة القادمة والمشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، سواء كانت محليات أو غيرها. إن حدث خلال الفترة الماضية تعمد لتهميش دور الأحزاب، وده واضح، والدليل على ذلك قانون الانتخابات بتاع مجلس النواب. هذا القانون فعلا كان موضوعا لتهميش دور الأحزاب وعدم تمثيلهم تمثيل قوي داخل المجلس، وأعتقد هذا ما سوف يتم أيضا بالنسبة لانتخابات المحليات. وأنا وجهة نظري أن قوة الأحزاب وقوة القوى السياسية يعطي قوة للدولة، فإحنا ندعم الدولة بالنقد البناء وتقديم البدائل، ولابد أن يكون في هناك معارضة بناءة. أن يغفر لنا ذنوبنا، اصلح لنا ذنوبنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه.